قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن الحوار الوطني يشمل كل قوى وأطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، وأشار رشوان إلى مشاركة كل الأحزاب الشرعية والرسمية في مصر بالحوار الوطني، مضيفا أن كل التحالفات ذات الصفة الحزبية سواء المؤيدة أو المعارضة تشارك بقوة في الحوار الوطني، وموضحا أن قطار الحوار الوطني في كل محطة تلتحق به أطياف مصرية جديدة، لافتا إلى أن الحوار الوطني ليس مجرد منصة لإطلاق التصريحات وتبادل المديح أو النقد، بل هو حوار موضوعي وجاد.